لمرجعيتها. أكد المشاركون في مؤتمر دعم أسيسي بكنيسة العذراء بمدينة السلام أن هذا هو المؤتمر الثاني الذي ينظم في السلام والنهضة ويهدف للتوعية على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات. تم خلال المؤتمر عرض إنجازات الرئيس أسيسي غير المسبوقة خلال الفترة القصيرة الماضية. احنا نظمنا مؤتمر اول امبارح السلام، بس طبعا السلام منطقه كبيره، ان احنا الدايره فيها السلام والحرفيين والنهضه وقباء وغيرهم، فحبينا برضو نعمل حاجه هنا لجذب الشعب القبطي جوه الكنيسه هنا علشان نوعيهم بضرورة النزول للانتخابات وضرورة انه محدش يقول انا صوتي مش هيفرق والكلام اللي ما بنحبش نسمعه ده. يعني انجازات حصلت في 3 سنين ونص مش 4 سنين، العالم كله تحدث عنها، انجازات هي اعجازات مش انجازات، لانه اللي حصل ده مصر ما شافتوش في عصرها الحديث كله. يعني في اللي بيقول من 40 سنة و50 سنة، أنا شايف أنه في العصر الحديث كله ما حدش جه في فترة بسيطة زي كده وعمل إنجاز واحد. يعني مثلا احنا بندي تكريم مستحق للرئيس جمال عبد الناصر لأنه أمم القناة. طب واللي حفر قناة جديدة؟ أنا جيت أشارك في المؤتمر دوت وخصوصا مع صديقي الشيخ سيد، علشان يعني فرحتنا بالإنجازات اللي تمت في مصر في السنوات اللي فاتت، وعلشان نشجع الشعب للمشاركة الوطنية، ان هم في كل المناسبات اللي فيها مشاركة وطنية تخص بلدنا وتخص الأحداث الوطنية اللي فيها نكون كلهم مشاركين، زي مثلا الانتخابات الرئاسية لازم كل فرد من سن 18 سنة فما فوق ليه حق التصويت في الانتخابات الرئاسة، ضروري ينزل وضروري يقول صوته وضروري يكون فاعل. اخرج وادلي بصوتك وانت حر بصوتك، يعني قول صوتك زي ما انت عاوز، بس اخرج وادي امانة، صوتك امانة ورأيك امانة، فإذا اخرج وأدي بصوتك وادلي بصوتك وقول رأيك بكل شفافية، ما فيش حد بيضغط على حد. أدي احنا حاضرين في مؤتمر هوت بنقول رأينا بصراحة، ما حدش ضغط علينا في حاجة، بنضلي بصوتنا بنقول الرأي، لازم نكون إيجابيين عشان الدولة وبناء الدولة ودور الدولة.